أكو واحد من علمائنا اسمه البراغاني ينقل عنا رحمة الله عليه، يقول أنا حجة في يوم القيامة على كل الناس. ليش أنت حجة؟ يقول يؤتى بالرجل، ليش أنت ما تفقهت في الدين؟ يقول أنا عندي زوجة وأطفال. البراغاني يقول أنا مكان عندي زوجة وأطفال، شلون أنا تفقهت في الدين أنت ما تفقهت؟ يقول يا الله أنا كنت مريض. البراغاني يقول أنا مكنت مريض. يقول أنه أنا كنت فقير. الله يقول له هذا مكان فقير. يقول أنا بدأت متأخر، الآن عمري 50 سنة، شلون أتفقه في معالم الدين؟ البراغاني يقول أنا أيضا بدأت متأخر، فأنا حجة من قبل الله على كل الخلائق. شلون هذا تمكن وأنت ما تمكنت؟ ليش تتمكن؟ ضعوا برنامج في كل يوم عند أحد العلماء أو أحد المتدينين، اقرأوا عنده المسائل الفقهية،